لا كعمل احنا بنقوم فيها كمؤسسه كابو غزاله، ولكن انا الان كمجمع عربي اعتقد ان هذا المجمع له دور بان ينمي تو انهانس وينبه الى قيمه الاسم التجاري. الاسم التجاري في بيبسي كولا 97% من قيمه بيبسي كولا هو البراند نيم، و3% قيمه موجوداتها. القيمة هي قيمة الاسم التجاري، فبينما نحن لا نعطي أهمية في المنطقة العربية. فإحنا إذا تكلمنا عن التقييم، أنا بقول أنه نشكل لجنة من الخبراء اللي هي تكون كنوع من المظلة أو الموجه لعملية التقييم، كيف شو الأسس اللي نستند عليها في التقييم لوضع موجودة دوليا، بس إحنا نعمل معايير عربية، معايير عربية لتقييم حقوق الملكية الفكرية، وخصوصا بالنسبة للأسماء المشهورة. هذا الموضوع مربوط أيضا بالأسماء المشهورة. أنا كنت في روما من أول امبارح وتكلمت مع في مؤسسة عالمية تقيم الشركات الأسماء الأكبر البراند نيمز في الدنيا. فالتفكير الآن بأنه نشتغل على تقييم أهم 200 اسم مشهور، ما هي أهم 200 اسم شهير؟ هلا أيضا بدنا لجنة كيف، ما هي المعايير المشهورية؟ هذا ممكن أن يتم كما هم بيعملوا من خلال كويشنير ماركت ريسيرش، مثلا بتحط بتقول له أعطيني أهم 10 أسماء وارد تورد لذهنك، وبعدين كلها بتحطها بالكمبيوتر وبتطلع مين الفائز، بحيث نصل إلى قائمة أهم 200 اسم. وأيضا كلموني في هذا الموضوع مجلة فوربس ومستعدين أن يتبنوا إعلان هذه الأسماء بعد ما نحن نتوصل لها. يعني القائمة اللي نخرج فيها تنشر في مجلة فوربس. فالآن بدي نختار لجنة للمعايير التقييم ولمعايير اختيار الأسماء الشهيرة. ما هو الاسم الشهير؟ الأسماء المشهورة في إلها بعض المعايير في الملكية الفكرية معروفة بموجب خبرائنا بالملكية الفكرية بيعرفوا الكلام، بس أنا بدي أحطها على ورق واضح ونعمل عملية مسح. بديش تطلع من طلال أبو غزالة، بديها تطلع من المجمع انه نعمل، لو نعمل، وكله هذا بنعمل الكترونيك. يعني انت مش واحد حيدور على الدكاكين مثل زمان، الان بترسل استفتاء استجواب او استبيان تستلم استبيان الكتروني وبيجيك الاجوبه عليه. فنعمل استبيان الكتروني بما هي اهم العلامات المشهوره في نظرك للسعوديه، وحتى نكون منصفين نعمله على التوتال ميلينج ليست، كل بلد فيها ميلينج ليست كامل، ما بنختارش عينات. في بالسعوديه قائمه لكل اللي عنده ايميل ادرس، بمسقط كذلك وبالاردن كذلك. فبنرسل فورم بنقول عبي باهم العلامات المشهوره لاننا نريد كذا وكذا وكذا، وبنستقطب هذه الاسماء. فانا اي ونت تو ستارت ذس اكسرسايز باسم المجمع اذا كان بتأيدوني. احنا كمان بدأنا بجمع كل اللوجوز تبعون العلامات المشهورة في المنطقة العربية زي ما توجيهات حضرتك، وصار تقريبا في كم منيح عم نحاول. انا الان بدي اعمل كونسبت بيبر، ويا ريت يعني شخصين او ثلاثة اختصاصيين، انت مثلا وهامس من عندنا، وإذا أحد بتبرع بكون ممنون. أنا بديش أضغط على وقتكم لأنه العمل التبرعي في الوطن العربي تجربة جديدة، وأنا أشكركم إنكم عم تتبرعوا بوقتكم، والوقت هو أثمن شيء. إنما يعني بدنا نضل نسعى، لو بنضل لحالنا في المعركة رح نستمر، مش حنيأس. فإذا كان في حدا بحب ينضم للجنة نرحب بذلك، بديش اضغط على وقتكم اكثر من اللازم. والله انا جاهز يعني. ما بنتشرف.
العكس خبرتك لا تحتاج شهادة. نتكلم عن العالم العربي فقط؟ عن العالم العربي فقط. حقيقة احنا هاي الفكرة كانت مطروحة من قبل سعادتك السابقة. نعم. وبلشنا فيها في بدايات. وكانت لدينا يعني نعمل شيء في العام الماضي في سوريا. نعم. وما زال. نعم. نعم. وعملنا يعني ممتاز بداية تفكير لدينا يعني بصراحة خبرة. وعلى النطاق الشخصي أنا كنت عضو الفريق العامل. ممتاز. أسماء العلامات المشهورة. في حدا من الأسماء الأخرى بتحب ترشحه؟ في جنيف 5 سنوات أنا من الناس اللي وضعوا معايير العلامات المشهورة ووافقت عليها من الهيئة العامة. نعم. أنا من 15 عضو بالعالم. ممتاز. فعندي خبرة في هذا. من هنا عندك حدا ترشحه من هون؟ من الأردن. يعني ممكن نفكر بأشخاص فيها. نعم. يعني يكون عندنا بدنا واحد أو اثنين بس بدناش نكبرها ناس يعني عندنا أوكي. رغبة بالعالم. طيب فإذا إحنا وكله يكون الآن أصبح عندنا شيء اسمه ديجيتال ريفولوشن. ما بنحتاجش إنه لا نقعد نشغل ماركت ريسيرش ولا شيء، كله على الإنترنت، بس نكتب ورقة واضحة وترسلها to every email address وقول له بعت لي ما هي بنظرك أهم العلامات المشهورة، الأسماء المشهورة، وبعدين بتعمل البروجرام مع السولوشن عندنا في طلال أبوغزاله، بيعملوا لك بروجرام كيف يدخلوها ويعملوا الإحصاء عليها. إذا سمعت يعني نتيجة إحنا ترسلنا الماضي حتى كنت بصورة شو اللي وصلنا إليه، عملنا شيء شغل. لكن بالبداية تفضلت أنت من نطاق التفكير بدك أنت نذهب إلى العمل، فأعتقد أنها أكثر مرحلة. المرحلة الأولى وهي السيرفي عن طريق الاستبيان، نجمع الداتا. نعم. بداية ثم نعمل التصنيف للقطاعات، ثم نأتي بعدين في الدراسة الفعلية ضمن المعايير. يعني كل هذا بدو صحيح. معايير صحيح. حسن الأسماء ثم صحيح. يأتي الدراسة والتقييم. صحيح. وساعتها حضرتك بصفتك يعني في تدقيق الحسابات عندك الخبرة والمداخل وأيضا بالمركز الفكري عندك، يعني ممكن احنا نعرض عليك شو بنفكر. ممتاز. بارك الله شيء عملي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنا بدي أضيف نقطتين. إنه بال 2007 حضرتك اجتمعت مع مدير العام الوايبو، كان عم بيشتغلوا على معايير للتقييم في المنطقة الفكرية، وللآن ما صدر. الشغلة الثانية إنه مؤتمرنا تبع العلامات التجارية المشهورة اللي عملناها كان في مبادرة من الأستاذ الرئيس لإطلاق جمعية لبتحمي حقوق أصحاب العلامات التجارية العربية المشهورة، فهاي كمان ممكن مبادرة ممكن. والآن أنا بدي إياك كمان إنك تتصل مع فوربس. إذا بتسأل الأستاذة سمر تعطيك الكونتاكت معهم، لأنه اجتمعنا معهم وكيف ننسق شغلنا مع مجلة فورد، لأنه أردي هم بهذا المجال اشتغلوا طلعوا أكثر من قائمة تقييم على، بس أكيد مش على معايير. كنت بتحكي أمس سوري. لا كنت بحكي شغلة، إحنا ما حددنا بس في تقدير المستهلك لقوة العلامة التجارية، احنا فينا زي ما تفضل استاذ محمد خلص احنا ناخذ مجموعة من المعايير ونحط وزن معين لكل معيار، وبناء عليها ناخذ العلامات اللي هي قد تكون اكثر ترشيح لانه تكون محددة. يعني سواء كان طبعا فينا نستفيد من الداتا بيس الموجود سواء عدد التسجيلات او انتشار التسجيلات. صحيح. كل معيار له وزن معين بناء عليه نخرج بقائمة، لانه اذا تركنا احنا المجال مفتوح قد تطول قائمه العلامات اللي ممكن لشخص انه يرشحها كعلامه مشهوره، وتختلف طبعا ما بين دوله ودوله. فهلا هل العلامات احنا بنحكي مشهوره في نطاق البلد او نطاق الدول العربيه، فانا برايي يكون في عمل قائمه محدده بالعلامات اللي احنا نعتقد انه هي الاشهر. انا بدي اعملها بوتوم اب، بدي الناس تقول شو المشهور، لانه بساعتها بقول انتوا اخترتوا. انا بدي افكر بالمستقبل من الاعتراضات اللي بدها تيجي،
أنا بقول أسلوبي كان very very clear. أنا عملت تصني ورقة توضح شو الهدف، وزعتها على كل البشر اللي عندهم إيميل أدرس، وجاءتني النتائج التالية. فأنا جهة حيادية مش جهة تريد أن تضع اقتراح، خلي الاقتراح يجي bottom up. بس إذا سمحت لي يجب أن يكون هناك معايير. بالضبط. إحنا نعرف ما هي هذه المعايير ومن جراءها نختار. لا أنا إذا بحكي بس عن جزئية ما هي العلامة الشهيرة. لا، العلامة الشهيرة تعريفا هي التي يتفق الناس على أنها مميزة ولا يجوز تقليدها. أنا من الناس، كل الناس.